قام وفد من وزارة الصحة والحج السعودي برئاسة نائب وزير الصحة السعودي بزيارة البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة وتفقد العيادة الطبية بها. يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق بين البعثة الطبية والسلطات السعودية لترسيخ الإمكانات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج، بهدف العمل على توفير كافة الإجراءات اللوجستية والطبية والعلاجية لضيوف الرحمن أينما كانوا. كان اللقاء بين مسؤولي وزارة الصحة والحج السعودي ومسؤولي البعثة الطبية المصرية للوقوف على آخر المستجدات والخطط المستقبلية توفير تلك الخدمات كافة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم المقدسة. في زيارة لمقر البعثة الطبية في الحجاج جمهورية مصر العربية، حقيقة احنا يعني فخر لنا في المملكة العربية السعودية انه نستضيف ضيوف الرحمن ونقدم لهم خدمات كاملة. احنا عندنا استعداداتنا للحجاج تبدأ من قبل القدوم، في عندنا شرطات صحية يتم ارسالها لجميع الدول، وبعد ذلك عندنا نستقبل الحجاج من خلال منافذ، عندنا 14 منفذ في المملكة نقدم الخدمات الصحية من خلال وجود أكثر من 32 مستشفى تخدم الحجاج، من ضمنها 9 مستشفيات في المشاعر المقدسة، عندنا أكثر من 6000 سرير، عندنا أكثر من 32000 ممارس صحي يشارك في الحج في خدمات الحجاج، عندنا أكثر من 200 مركز صحي يقدم الخدمات، منها 140 مركز في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خدمات الإسعافية، سيارات الإسعاف، أكثر من 200 سيارة إسعاف تخدم تابعة لوزارة الصحة تخدم الحجاج، ونقدم خدمات الطب الافتراضي كذلك، وعندنا مركز الاستشارات الطبية المباشرة بالاتصال على رقم 937، ونفخر بتقديم الخدمة ونعتز بها، وأي حاج موجود في المملكة العربية السعودية من قبل قدومي إلى مغادرتي إحنا نخدمه بأعيننا إن شاء الله. مسؤول البعثة الطبية المصرية أكدوا على مدى التنسيق التام والتفاعل مع السلطات السعودية، سواء على مستوى توفير الخدمات العلاجية والوقائية بعيادات البعثة الطبية المصرية أو المستشفيات السعودية بشكل مجود. والحمد لله اطمئن سيادة الوكيل على كافة سير الإجراءات، وتشرف بزيارة بعض العيادات المنتشرة في مكة المكرمة، وأبدأ إعجابه سواء بالنسبة لتجهيزات العيادات والكادر الطبي، وكذلك تجهيزاتها من ناحية الأدوية وإمدادها بالتموين الدوائي اللازم والكافي لجميع الحجاج، وأبدأ سيادته مساعدته وأبدأ مشاركته حال نقص أي من الأدوية أو المستهلكات، وذلك دعما للسلطات السعودية لوزارة الصحة المصرية. وتطرق الحديث أيضا إلى وضع التحديات ورسم الخطوط العريضة حتى في موسم الحج القادم إن شاء الله بإذن الله. جهود مضنية وتعاون مثمر على مدار الساعة بين البعثة الطبية المصرية والسلطات السعودية لتوفير الأجواء الروحانية بشكل ميسر لضيوف الرحمن خلال الرحلة المقدسة. محمد حلمي، التلفزيون المصري.